خاطر تمدد داعش من العراق حتى نيجيريا مرورا بليبيا تطغى على جانب من نقاشات قمة الدول الغنية السبع في منتجع سكول سيلمو في جنوب بافاريا، إضافة للملف النووي الإيراني ورغبة الدول الغربية في تشديد عزلة روسيا وتعطل مسار الحوار السياسي بين الأطراف الليبية. ستشمل نقاشاتنا سوريا والعراق وإيران وليبيا، وقد كشفت نقاشات لجنة العقوبة التابعة لمجلس الأمن عن أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن يكون سهلا. القمة تبحث تشديد إجراءات تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وإخوانه، وقد استقطب التنظيم عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب بفعل جاذبية المال والزواج أيضا. المقاتلون الأجانب يمثلون الآن خطراً دولياً أكثر من أي وقت مضى، وسنتبادل وجهات النظر مع القادة لأن الاتحاد الأوروبي يعير أهمية كبرى للتعاون مع الدول المتضررة بهذه المشكلة. القمة مكنت الرئيس أوباما من طي صفحة فضيحة تجسس الاستخبارات الأمريكية على مكالمات المستشارة أنجيلا ميركل ضمن عدد من قادة دول حليفة. 70 عاما مرت على نهاية الحرب العالمية الثانية، وعقود ظلها خلالها حلف الناتو قويا، وقد مر 25 عاما بعد وحدة ألمانيا وهي تجربة ملهمة للعالم، ووجودنا اليوم هنا يؤكد إمكانية وقف النزاع وإحلال التقدم بدله. القمة تعقد في منتجع سكول سيلمو الذي يعود بناؤه إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث كان ناد للمثقفين وتحول لاحقا في الحرب العالمية الثانية إلى مستشفى للقوات الأمريكية. قمة الدول الغنية السبع تبحث مخاطر الإرهاب في جلسة مغلقة، ثم تعاود البحث مع كل من الرئيس التونسي ورئيس الحكومة العراقية وعدد من القادة الأفارقة في الجلسة النهائية. نور الدين الفريدي، العربية، غارميش بارتنكيرشن، في جنوب بافاريا.